حيتو حضر ربي دوزو لي غرا لي دوزو لي غرا صافي تخدموش هكا بروجيكتور بزاف عندكم خرجه Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام، كي تلاحظوا الأشغال جارية على قدم وساق للإخراج، إخراج الطفل ريان من جب من البئر. وحسب معلومات التي استقتها فبراير من عين المكان، فما تفصلناش على عملية الإخراج ساعة على أبعد غير العملية ديال الحفر الأفقي تتم بتريوت، واحد تريوت كبير الهدف ديالو بالأساس الحفاظ على ريان حي.
ريان لا زال حيا. ريان لا زال حيا حسب معلومات موتو كتأكد منها فبراير فورمو، لأن الوضع ديال ريان متابع بواسطة كاميرا بجانبه، والخلية اللي تتشرف يعني تتابع الكاميرا هذه متواجدة بجانب المنزل ديالو. إذن تتابعونا دائما معنا مباشرة من دوار إغران عملية إنقاذ الطفل ريان من الجب الذي سقط فيه. إذن عملية فهاد اللحظات هادي شحال فهاد حسام فهاد اللحظات دخول الأطقم الطبية، هذا مؤشر كبير على أن الطفل ريان سيتم إخراجه. أطقم طبية حاضرة في المكان، دخول أطقم طبية كي تلاحظوا قرب حفرة وقع من خلف هذه الأطقم الطبية نشوفوا إن كان بإمكان الوصول على الصباح. خويا واش ممكن شي صريح دكتور؟ ممكن شي صريح؟ ها؟ صريح لا معلش لا ماشي معلش. إذن لا جالت حشود متحمسة. إذن ما نتمناه هو أن تبقى الأجواء آمنة إلى آخر لحظات ديال عملية الإنقاذ. إذن ما نتمناه أن الحماس ما يشتدش بهذه الحشود هذه تلاحظوا، وما غيزيدوا عبء القوى الأمنية. ما نتمناه. إذا لاحظوا في هذه اللحظات الآلية الدقيقة الإتمام هذه الحفرة هذه اللي تتنزج بواحد الشكل أفقي، المكان تم تحديده بدقة، وتا الحفر تيتم بواحد الشكل دقيق جدا وبواحد الهدوء. إذا كما قلنا قبيلات بأنه تم تأمين الحفرة وأخذ جميع الاحتياطات الممكنة أفق إخراج ريان حيا. ريان لا زال حيا وسيخرج بإذن الله بعد ساعات من الآن حيا. تابعونا على موقع فبراير.com ننقل لكم الوقائع كما هي على أرض الواقع. شكرا. شعل
ما ما طفيت صافي ما طفيتش لا لي بوكي ما طفيتش ها كطيحوش انت تكون طالع انا الضوء غادي نتخانو غنو خصك انت دابا الهدف ديالك هو الوحده ديال المقطع عندي واحد كور كان بعيد ما خلاوش ندخلو السيارة السيارة جيتو امر غير نقربو قليلا لا مية في المية شوف الخطة كانت في زادوا عم كل شفرة بدري اخر مقام لا راه بعيده كاع اللي خليك هادو واحد. اذا مشاهدينا الكرام عمليه انقاذ الطفريان في مراحلها الاخيره جدا، مرحله تتطلب التركيز وتتطلب الحفر بواحد الشكل يعني مركز ومستهدف. كل المؤشرات تدل على ان الطفل ريان قرب اقترب وقت انقاذه. نعم. في هذه الاثناء افضلت الطائرة الشاكية من اجل مواكبة عملية خروج القطة ريان، حيث اكدت من قبل انه ما زال حيا وانه يصدر حركات تعويضية بعد العالم الخارجي. بعض اخر يتعلق بان بالفعل القاتل يقتربون اكثر من قبل من قبل. الدعاء مشاهدينا الكرام، الدعاء مع الطفل ريان. أخطر الكوابيس هو أن في عمليات إخراج الطفل توقع لا قدر الله شيء شي حادث غير متوقع. Thank you.
هذه اللحظات تحرك زرافة، الأمر الذي يؤشر على أن هناك جراف جديد للتربة. إذن الجراف لم تتحرك إلا حين وقوع الجراف للتربة. إذن تحرك الجرافة شيء يواكبها تحرك. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام كما تتابعون، هادو رجال ديال الوقاية المدنية، تجهيزات وعتاد غير معتاد. إذن كي تطلبوهم تمروا الآن، إذن ربما هذا واحد الوحدة متخصصة من رجال الوقاية المدنية حاضرة في المكان. وعلى ما أظن غالب الظن أن هاد الفئة من الرجال قوات الوقاية الميدانية متخصصين في تسلق الجبال وفي الإنقاذ هاد المناطق الجبلية. إذن وحدة خاصة الآن تتلتحق بباقي رجال الوقاية المدنية، واحدة خاصة وعندها تجهيزات خاصة كما تابع. شركات الأشغال العمومية أحد المهام اللي نجزوها خلال عملية الإنقاذ هذه. هلاوي
مريض. انتهاء منها. إذن هذه آلية الحفر الأفقي وتتخدم بالكهرباء أكيد وتتخدم بالكمبريسور يعني الضغط. غاديين في الحفر الأفقية شحال باقي ماشي 500 متر ونص ياك اقول بعيده الساره غادي العمليه ما صافش بزاف الوقت ان شاء الله لان الارض مزيانه ان شاء الله ياك نعم خويا العزيز شي حاجه شي اخبار عافاك المغاربه كلشي تيتباكى وبغاو يبغاو يعرفوا الرجاله تدخل ليه الكذا دابا 36 ساعه ما نزيدش وحنا خدامين ان شاء الله بنرجعوا تقريبا
راه الدراري كلشي خدامين حنا قراب ان شاء الله الله يحفظك دابا راه خدامين في الحفل الافقي وقريب ان شاء الله خويا واش هذه هي الشركه اللي تابعه الهلاوي لا هذه شركه سميتها كونت خوف فرنسا وتتخدموا بشكل تطوعي على ما اذا بدون مقابل الاختصاص ديالنا اللي هو الفراج هوريزونتال ياك الفراج هوريزونتال ان شاء الله ويمكن لك تحدث لنا تقنيا زعما باش تامنوا هذا غنديرهم بروتيكسيون علينا وغندخلوا لعندهم الحفر ان شاء الله توصلوا للدراري وجبدوا غتجبدوا نتوما نيت ان شاء الله وانا نوصلوا ديك الساعه ونعيطوا للقايح حتى هما اللي يعرفوا التكنيك باش يخرجوا اصلا ان شاء الله شحال تقريبا بقات العمليه ان شاء الله واخويا ما قدرتش ندير حساب التربه كي دايره زعما عرفتش حنا غادي ان شاء الله كنديروا هذا بروتيكسيون على الدراري ان شاء الله كتشد نجبدوا قريب ان شاء الله الله معكم ان شاء الله معكم الله معكم اذا مشاهدينا الكرام كما سمعتوا من احد التقنيين اللي تيشتغلوا في الحفر الافقي بان العمليه ديال الحفر الافقي على قدم وساق اذا في افق الوصول طفل ريان واخر معلومات اننا بقات 5 أمتار تفصلوا المنقدين على طفل الريان ولاه قرن الميري قرن الميري إذن أخبار جميلة وجيدة مشاهدينا الكرام إذن استقيناها من أحد التقنيين اللي تشتغلوا مع الشركة المتطوعة اللي متخصصة في هذا الحفر الأفقي واللي حدثنا على ان بقات لهم 5 أمتار باش يوصلوا للطفل الريان وتم الاخراج ديالو بين وراء الاشغال الجاريه على قدم وساق وكل الاحتياطات وكل الامن تم اتخاذ. عطيني شي واحد اللي هو لان دائما تتابعونا مشاهدينا الكرام مجريات المرحلة الأخيرة مع عملية الإنقاذ إذن هادو خويا واش يمكن تعطينا شي تصريح لفت عليكم أخويا لا أعطينا غير تصريح قول لينا مثلا بالنسبة لكم كهلال أحمر شنو هما عندنا ريسبونسابل ديالنا خاص لا ماشي هذاك الشيء نشوفوا غير الأشغال اللي قمتوا بها الأعمال اللي قمتوا بها الأعمال اللي قمنا بها خايب حالة سولني جاوبك مثلا شنو الدور ديالكم في هذه العملية ديالنا في هذه المحنة هذه كنحاولوا نعاونوا رجال السلطة الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والناس ديال لي طوبوغرافي وهاد الشيافر ديال هاد لي ماشي كنحاولوا نتعاونوا معها ما امكن هذا هو الدور ديالنا حنا انتم منين اش من مدينه جيتوا فرع ديال باب برد ديال الهلال الاحمر ديال الهلال الاحمر قبيله شفنا الهلال الاحمر الاماراتي حاضر حتى ما عنديش عليه شي فكره فعلا كان حاضر ولكن ما نقدر نقول لك عليه حتى شي حاجه نعم هادشي اللي كان نعم شكرا استاذ الله يجازيك يمكن شي وحده فيكم ماشي مشكله تعطينا اذا اختي انتي تنتمي للهلال الاحمر انا من خايفه في الهلال الاحمر المغربي وجيتي بشكل تطوعي الان إذن بالنسبة لكم المجيء ديالكم هنا بشكل تطوعي نابع من ماذا؟ احنا كنطلعوا مع الجانبيين كنحاولوا نعاونوهم قدر الله احسن الناس اللي خدامين تعرضوا دابا تقريبا هما خدامين وحبين كنحاولوا نعاونوهم قدر المساعدة ديالنا كهلال الأحمر المغربي شكرا اختي سيري اختي سيري اجي هنا نعطيهم التجوابات اجي عند هادو فين هنا هو مولاي
ما حاول القوة إلا بالله العلي العظيم. تحلون في الجروب فوق قلنا ما عطونا شي واحد يكتب على عطونا شي معلومة. ما تحتاجش صاحبي ما تحتاجش. هذه قضيه وطنيه دوليه، ما الوطن ديالنا ماشي تدخلوا لنا وانتم ما تدخلوا لنا قبل عاونونا وراه هنا زيد 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 سبع حالات ديالكم تحاولوا انهم يديروا يعني كما فكرنا وذكرنا راك صاحبي لا حنا عطيناكم الاسباس ديالكم راه من البارير الاكسترن عند البارير ديالكم هذا الاسباس ديال الصحابه الله يرحم الوالدين الاسباس ديال الصحابه الله يرحم الوالدين غنجيبو لكم انا غنجيبو لكم الله يرحم الوالدين تعاونوا معنا تعاونوا معنا انا نجيب لكم انا جارد دوزيام بارير اجي ماشي يا مدري الله يرحم نزار وخف هادشي كيتبان لي تخلط بزاف صراحة الله توقع هيدا محمد هيدا Thank you.
سيدنا الكرام إخراج مولد الكهرباء.